السلطنة تحقق المراكز الأولى في مسابقة النخلة بألسنة الشعراء بدورتها الثانية 2018 بأبوظبي ضمن حفل خاص نظمته الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي. مركز عمليات الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف تلقت فجر أمس بلاغاً عن نشوب حريق في أحد المنازل بمنطقة الجوف بمحافظة ظفار، وفور تلقي البلاغ توجهت فرق الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق وتمكنت من إخماده والحيلولة دون انتشاره إلى المنازل المجاورة، ولم ينتج عنه سوى بعض الخسائر المادية. وزير الزراعة والثروة السمكية معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني أكد أن الوزارة منحت العديد من المبادرات للشباب العماني المتصلة بتخصيص أراضي زراعية تتوافر بها المقومات كافة التي تشجع على إنشاء مشاريع تكاملية وفق مخططات تتيح الاستفادة من الأرض بشكل نموذجي. وقال معاليه أن لدى الوزارة العديد من المبادرات حول المشاريع التي تأتي في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أنه سيجري خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن مشروع كبير يهم المجتمع وينفذ بشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.